اهتمت أغلب الصحف العربية الصادرة اليوم الجمعة بالشأن اليمني، حيث توقفت صحيفة المصر اليوم عند إعلان الرئيس اليمني عبد الرب منصور هادي تخليه عن السلطة بعد 10 سنوات من الحكم كرئيس توافق للبلاد بموجب المبادرة الخليجية، مشيرة إلى أن هادي نقل كامل صلاحياته وصلاحيات نائبه إلى مجلس قيادة رئاسي برئاسة مستشار الرئيس ونائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الأسبق اللواء رشاد العليمي وعضوية 7 آخرين. في سياق ذاته قالت صحيفة الغد الأردنية إن مجلس القيادة الرئاسي سيستكمل تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية في اليمن التي أعقبت الانتفاضة الشعبية التي كان قد بدأ هو حين اعتلى الحكم كرئيس مؤقت في فبراير 12 و2000 إثر انتخابات كان فيها المرشح الوحيد. في نفس الموضوع كتبت صحيفة الخليج الإماراتية أن القرار الذي اتخذه الرئيس اليمني بإنشاء مجلس قيادة رئاسي جاء بمثابة بادرة إنقاذية مخلصة تلبي حاجة اليمن لمواجهة التداعيات السياسية والاقتصادية والأمنية للحرب، وتلبي طموحات الشعب اليمني في التغيير والإصلاح، وتزيل عناصر التوتر الحالية بين المكونات السياسية، مبرزة أن هذا القرار الذي اتخذ بموجب الدستور واستجابة لمخرجات المشاورات اليمنية اليمنية الأخيرة واستنادا إلى المبادرة الخليجية يعبر عن إرادة يمنية حقيقية للعبور إلى السلام والاستقرار في هذا البلد.